ضائع في 30 متر تبعت كورة على مرمى حارس النادي بنزرتي. شمام ينفذ التغطية من كاريكازي ثم من بنجي. يبدو أن اللقاء ماشي نحو التعادل رقم 32 بين الفريقين، هكا تقول أرقام زميلنا عماد الكيلاني. محاولة، هدف 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 من بنجي. قلنا النادي بنزرتي قادر في أي لحظة على التهديف، واضح. قلنا النادي البنزرتي قادر في أي لحظة على التهديف. قلنا أنه يملك لاعبين سريعين وعنده فنية كبيرة على غرار محمد علي المهذبي، مبنجي، وأيضا الترودي اللي ما خلى مكانه لكاريكازي. والهدف جاء في اللحظات الحاسمة عن طريق مبنجي رقم 17 على يمين بن شريفية في وقت قاتل. مبنجي يعمل مراوغة، يدور بالكرة على يمين بن شريفية، يسجل يوسف مبنجي أمامكم على يمين.